السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد مع يوميات نينا. بون البنات، وصفتنا تاعنا هاليوم كنت ديجا درتها معكم، هي الكسكس بالخضر او بما يسمى المقفول. بون البنات، علاش عاودت هاد الوصفة؟ باسكو لا فيديو الاولى كانوا بزاف، كاين بزاف ناس قالوا لي ما كاميريتيش بيان، ما شفناش مليح. الوغ سي بور سا حبيت نعاود نصوره لكم خطوه بخطوه، سورتو للمبتدئات. فوالا هكا باش يجيكم ساهل. نبداو ديريكتومون بالطعام. اول حاجه انك تغسلي الطعام ديالك بهذه الطريقه، سورتو لي مشري، يعني لي مشري ما تكتريش بزاف الغسيل، دو فوا سي ديجا بوكو. فوالا حبيباتي، بهذه الطريقه نشلو بيان. نجيب كسكاس ونعصرو بيان بيدي ونحطوه في الكسكاس بهذه الطريقه. نسي كي نحطوه في الكسكاس نسي نفتحو بيان باش ما يلصقليش وما يتعجنش. وهنا بعد ما خليته 5 دقائق نشف لي من هذاك الماء، نحكم نفتحه بالعقل غير بشوية بيدي هكا بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا، ونديره في الجفنة. فوالا نفتح ونرمي في الجفنة، نفتح ونرمي في الجفنة بيدي، يعني غير بالعقل، ما نسيش نرمي ديريكتومون في الجفنة. نو، تيش تحطي ديريكتومون الكسكس فوق القصعة ومن بعد تحصلي كيفاش تفتحيه. ديجا فلوتون راكي تحطيه في القصعة راكي تزيد تسهلي عليك العملية بيدك، خاصة المبتدئات. يعني نوضح ونشرح، الأكثرية يعني المبتدئات، يعني اللي مازال جامي يفوروا الطعام وجامي يخدموا الطعام بيدهم. الوغ ننسي خطوة بخطوة. وهنا بعد ما فتحته بيدي بيان، نحكم نجيب الزيت. هنا درت قولي قيس 4 مغارف كبار تاع عشا ولا 5، عينك هي ميزانك. نسي نحركو بيان هداك الطعام باش يدخل كامل هداك الزيت في الطعام. فوالا بهاد الطريقة. وهنا بعد ما دهنتو بالزيت بيان، حكم نديرو في الكسكاس باش يفور التفويرة الأولى. المده تاع التفويره الاولى هي 15 دقيقه 20 دقيقه هكذاك ابيبري. وهنا تاني البنات، هنا كاين الخضره اللي حنفورها كيما راكم تشوفوا، البصل، فلفل طرشي الاحمر، بطاطا، كورجات، زروديه والجلبانه. ديرهم في الكسكاس وخليهم يفوروا. بالنسبه للخضره ديري واش حبيتي، كل وحده حره في الاختيار تاعها. هنا بديت بزروديه باسكو زروديه طول في الطياب، ومن بعد درت الفلفل والبصل والبطاطا والكورجات والجلبانه. كما نعرفوا الكورجات والجلبانه والبطاطا ساهلين في الطياب. بون البنات، انا درت الخضره تفر وحدها في كسكاس وقدره وحدها وطعم وحده هكا باش نربح الوقت. وهنا البنات بواحد 5 دقائق هكذاك مور ما فارت لي شويه، يعني ندخلها نص طياب، حكم درت لها شويه ملح ونعاود نرجعها تفر. فوالا البنات، هنا طعام ديالي سي بون، خلاص فرت فيا الاولى قيس 15 دقيقه هكداك. حكم درتو في جفنه وراني نفتح فيه، خلي حتى يبرد ونكمل. وهنا البنات بعد ما برد لي هداك الطعام، نحكم انكاس خون ندير فيها شويه ماء وشويه ملح، ونسي نرش بيان هداك الطعام بهذه الطريقه حبيباتي، ونحرك بيدي وراني مازالو سخون. هاكم تشوفوا يدي، يعني نحط ونحي. الوغ ندير غير بشويه 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 وراني نحرك او ميم طون، نشربو بيان بهداك الماء والملح. وهنا البنات بعد ما برد لي تماما وشرب لي هذاك الماء والملح، نجيب شويه زيت زيتون ندير بهذه الطريقه، ونسي ندهنو كامل. كوم هاد الكسكس سبيسيالمون لازم له زيت زيتون، الوغ ديري كي تكوني تدهني فيه وديري مع الاخر، يعني زيت زيتون لازم في هاد الوصفه. وهنا البنات الخضره كان طابت شويه، حكمت هذاك الطعام اللي كنت دهنته بزيت زيتون درته من الفوق بهذه الطريقه حبيباتي. لازم الكسكاس ديالك يكون كبير هكا باش يقدر يرفد لك هذيك الخضره وهذاك الطعام. فوالا البنات بهذه الطريقه.
الصبالة البنات حطيت الكسكاس فوق القدرة يفور، وهنا زدت حبات بيض باش نزين بيهم في الآخر. وهنا البنات في التفويرة الثانية، في بداية التفويرة الثانية ب5 دقائق هكذاك، حكمت درت 4 مغارف فلفل عكري وبما يسمى فلفل أحمر من أجل اللون، باش يعطينا لون أحمر في الكسكس ديالنا. فوالا نحكم ندير بهذه الطريقة، ونخلط الخضرة والطعام وهاد الفلفل العكري ونخليه يكمل يفور. وهنا البنات بعد 15 دقيقة حنطفي عليها. قبل ما نطفي عليها درت 2 مغارف كبار تاع زبدة. ولا البنات وهنا بعد ما طاب لي طعام نحكم نفرغه في الجفنة ونزيد له شوية زيت الزيتون ونفتحه بيان بهذه الطريقة. وهنا البنات خليته هكذاك في القصر حتى برد، حكم درت عليه البيض مغلي ودرنا كامل العيلة وكلينا، صدقوني والله جا هايل روعة. وفي الاخير اعزائي المشاهدين ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتابوني في القناه باش كل ما ندير حاجه جديده تلحقكم.